نكمل إن شاء الله في هذه الفقرة القصة التي كانت بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه وإسلامه، حيث كان مملوكا ليهودي، فلما رأى علامات النبوة التي كان يعرفها من الكتب السابقة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وأن هناك خاتم موجود بين كتفيه على ظهره الشريف، ذهب سيدنا سلمان إلى اليهودي الذي يملكه وأراد أن يتخلص من الرق حتى يخلص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصحبه، فشرط عليه اليهودي أن يزرع له 300 نخلة حتى تثمر ثم بعد ذلك يحرره. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أحضر الغرسات ثم أخبرني. فلما أحضرها جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وغرسها كلها بيده، قيل إلا نخلة وقيل إلا 3 نخلات غرسها سيدنا عمر بن الخطاب بيده، فحملت النخلات من عامها. وهذه أيضا معجزة كبيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأن معلوم أن النخلة لا تثمر إلا بعد عدة سنوات، أقلها 5 سنوات إلى 7 سنوات، وتحتاج إلى تأبير وغير ذلك، يعلم ذلك من يزرعون النخل. ولكن لمعجزة كبيرة لنبينا ومن بركاته صلى الله عليه وسلم أنها حملت النخلات كلها إلا النخلات التي زرعها سيدنا عمر، فسأل عنها سيدنا عمر بن الخطاب، قال: ما بال هذه؟ فقال عمر: أنا غرستها يا رسول الله. فرفعها النبي بيده وغرسها، فحملت من نفس العام، فتحرر سيدنا سلمان رضي الله عنه ببركة هذا النبي الكريم، وأسلم على يديه صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا بشر بن الوضاح قال: أنبأنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة العوفي قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كان في ظهره بضعة ناشزة. ناشزة يعني مرتفعة، يبقى النشوز هو الارتفاع. بضعة ناشزة يعني قطعة لحم مرتفعة. وعنه به قال: حدثنا أحمد بن المقدام أبو الأشعث العجلي البصري قال: حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس صحابي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه، فعرف الذي أريد. اعلم أن كانت أوصاف النبي مشهورة بين العرب، شهرها اليهود، فكان كثير من العرب تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تتحقق من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرهم علماء اليهود. فهذا أيضا عبد الله بن سرجس قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه، فدرت هكذا من خلفه. فالنبي كان عرف دون أن يسأله، عرف أنه يريد أن يرى الخاتم، فعرف الذي أريد، فألقى الرداء عن ظهره صلى الله عليه وسلم، فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، حولها خيلان. الجمع يعني كف الطفل، إذا جمعه كده يسموه جمع، يعني كأنه بقدر كف طفل مجموع، يعني مثل الجمع، حولها خيلان كأنها ثآليل. فرجعت حتى استقبلته فقلت: غفر الله لك يا رسول الله، لأنه استراح لأنه حقق مأموله برؤية الخاتم، والنبي أراحه من إحراج أن يسأله صلى الله عليه وسلم. فقلت: غفر الله لك يا رسول الله. فقال: ولك. فقال القوم: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: نعم ولكم. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. واستغفر لذنبك، هنا هل النبي له ذنب؟ النبي لا ذنب له لأنه معصوم. أمال يعني استغفر لذنبك؟ يعني استغفر للذنوب التي وقعت في حقك ممن كفر بك. ولذا كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فاستغفار النبي لذنبه، أي للذنب الذي وقع في حقه صلى الله عليه وسلم ممن كفروا به، فكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
وكذلك كان النبي يستغفر لأمته، وما زال صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبره الشريف يقول: تعرض علي أعمالكم، فإن كانت خيرا حمدت الله، وإن كانت شرا استغفرت الله لكم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا النبي الكريم، وملأ قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من أتباعه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وببركته في الدنيا والآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا وعلمائنا ومشايخنا وذرياتهم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا لك مسلمين، لك منيبين، بك مؤمنين، فيك واثقين، عليك متوكلين، وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.